بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع هذه البرامج في إذاعة القرآن الكريم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: تتحدثون عن حكم صلاة الجماعة حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صلاة الجماعة الصلوات الخمس واجبة على الرجال، لا يجوز لأحد من الرجال أن يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حب. صلاة الجماعة واجب على الرجال، لا تسقط إلا لعذر شرعي. أحسن الله إليكم. أيضا السؤال الآخر يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على من سمع النداء، ويقول الإمام أحمد أن الجمعة تجب على من يبعد عن المسجد فرسخا وما دونه، فما هو الفرسخ؟ وهل من يبعد عن المسجد أكثر من ذلك أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟ الفرسخ مقدار من المسافة ثلاثة أميال. نعم. الفرسخ ثلاثة أميال، والضابط في هذا إذا سمع النداء من غير مكبر صوت، فإذا كان يسمعه بدون مكبر فإنه يجب عليه الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل هناك فرق بين من يذهب إلى المسجد وهو يركب السيارة أو من يذهب إلى المسجد وهو يمشي على قدميه؟ نعم، هناك فرق. الذي يمشي أفضل، لأن يعني تكتب له خطواته، ويجوز الركوب لا سيما للمعذور، يجوز هذا. أيضا يسأل حفظكم الله، يقول: في الآونة الأخيرة إذا مات عن المرأة زوجها وانتهت فترة العدة، أقام أقاربها وليمة، مرها الابن ومرها الأخت ومرها الأب، فما حكم هذا العمل وما حكم تلبية الدعوة؟ اعتياد هذا واعتقاد أنه من لازم الخروج من العدة للوفاة، هذا لا يجوز، لأنه يعني يكون بدعة. أما إذا فعلوه من باب الإيناس للمرأة والتواصل، ولا يداوم على هذا ولا يتخذ عادة مرتبة، لا بأس بذلك. قال الله عز وجل في سورة الذاريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو الإحسان إلى الله وإلى الخلق؟ الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين العبد وبين ربه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في العبادة هذا إتقانها وإتمامها على الوجه المشروع مع إخلاص النية لله فيها. وأما الإحسان إلى الخلق يكون بالقول: قولوا للناس حسنا، ويكون بالفعل بأن يتصدق عليهم وأن يعينهم على حوائجهم، والإحسان إلى الجار بحسن الجوار وكف الأذى عنه إلى آخره. إحسان إلى الناس واسع. هذا يسأل يقول: ما الحكمة من تشابه الآيات في القرآن الكريم من ناحية اللفظ؟ من إعجاز القرآن الكريم، من إعجاز القرآن الكريم تشابه القرآن، كله متشابه بمعنى أنه كله يشبه بعضه بعضا بالحسن، وكله محكم بمعنى أنه متقن الألفاظ والمعاني، وبعضه متشابه وبعضه محكم. الإحكام والتشابه يأتي عليه كله ويأتي على بعضه، ولكل معنى خاص به. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: بارك الله فيكم، إذا مسح الشخص على الجوارب
أو على الجورب ثم نزع الجورب هل تنتقض الطهارة؟ نعم، إذا نزع الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة، لأن الرجل برزت، وهي إنما كان يشرع المسح عليها لما كانت مستورة، لما برزت صار واجبها الغسل. نعم. هذا السائل يمني مقيم في المملكة يقول: الحوالة يا شيخ إذا أعطي رجل مبلغا لكي يسلمه إلى رجل آخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويشكل عليه اختلاف تلك العملة بالريالات، فهل يدخل في ذلك ربا الفضل أم لا بأس به؟ هذه مسألة السفت مشهورة عند أهل العلم، يعني يقرضه مبلغا، فإذا وصل إلى البلد بدأ بلد المقرض يدفع المبلغ لمن أرسل إليه، يعني يدفع بدله. هذا رخص فيه بعض أهل العلم، ليس هو من ربا وليس هو من ربا الصرف، يعني للحاجة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا لبست الشراب على الطهارة ولم أنوي المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟ لا يشترط نية المسح عند اللبس. إذا لبست الخفين أو الجوربين الساترين وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة فلا مانع من ذلك، هذا رخصة. نعم. كتابكم الله. هذا يقول أنه في مسألة العزاء يتوسع الناس فيها، تجد إذا مات عند الناس ميت يصنع لهم طعام ويؤتى بالذبائح، إذا قلنا في ذلك يقولون ناس يزورون فلا نغديهم أو نعشيهم، وكذلك كلمناهم في الجلوس للعزاء قالوا أين نستقبل الناس؟ هذا كله من التزيدات في العزاء. العزاء لا يحتاج إلى جلوس وتعطيل للأعمال، جلوس في البيوت لا يحتاج إلى أطعمة تكاليف، العزاء مواساة بالكلام، أو إذا كانوا مشغولين عن صناعة الطعام لأنفسهم يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، حاجة أهل البيت وأهل الميت. أما التوسع في الموائد والاجتماعات وتعطيل الأعمال والجلوس في البيت هذه آثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، قد اعتادها الناس الآن وصاروا دائما في عزاء، لأن الموت شغال، موت هذا ويموت هذا، إذن دائما تكون الأبواب مفتوحة في العزاء، إذا أغلق باب يفتح الباب الثاني، وهكذا يصبح الناس مشغولين بالعزاءات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك شخص أراد أن يقسم بين أولاده مالا، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، يسوي بين أولاده في العطية ولا يخص بعضهم بالعطية دون الآخر، والتسوية أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في المواريث. نعم. هناك في بعض المجتمعات الإسلامية من يبخس حق البنت في الإرث، فما حكم ذلك؟ هذا من أمور الجاهلية، حرام هذا وظلم، لا يجوز منع الأنثى من الميراث الذي جعله الله لها من قريبها. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين لهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال تعالى: يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وإن كانت له أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والمواريث حدود الله، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لما ذكر المواريث فصلها قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إلى آخر الآية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة كبيرة بالسن تسكن عند إحدى بناتها، والمرأة هذه الكبيرة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل ولا تعي بعض الأمور، هل لهذه البنت أن تتصرف في مال أمها وتحاول أن تستثمره أو تستفيد منه؟ عليها حفظ مال أمها، فالمصاب والمريض والمختل العقل إذا كان له مال يحافظ عليه، ويقيم القاضي وكيلا يتولاه وينميه ويحفظه، فهذه المرأة تتقدم إلى المحكمة لتأخذ ولاية على مال أمها لحفظه وتنميته. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للحي أن يتبع
يتبرع أو أنه يعطي الأجر لحي آخر بأن يأخذ مثلا كفالة أيتام، مثلا يأخذ واحدة كفالة له وواحدة أخرى لآخر بدون علمه لكي ينوي أن الأجر له؟ كفالة اليتيم فيها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين الجنة، وأشار بالسبابة إصبعيه السبابة والوسطى. ولكن اليتيم المحتاج الذي ليس له مال وأنت تعرفه تقوم بكفالته. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الأذكار والقراءة؟ نعم، لازم أن يتلفظ بالقراءة والأذكار بقدر ما يسمع نفسه على الأقل، أما الذكر والقراءة في القلب فهذه لا تكفي. نعم. امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنى لها القصر بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها هناك وشكت أنها تطيبت ثم قصت بعد ذلك، فما الحكم في ذلك؟ يجب عليها أن تقصر في أي مكان، في جدة أو في غيرها، لأن عمرتها لم تكمل إلا بالقص، يعني التقصير. وأما أنها فعلت أشياء من محظورات الإحرام عن جهل أو عن نسيان فنرجو الله أن يعفو عنها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال حفظكم الله يتكرر دائما وخاصة مع المسافرين، حيث يقول هذا السائل: إذا كان شخص مسافرا فوجد جماعة يصلون العشاء، هل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟ لا، ما يجوز صلاة المغرب قبل العشاء، ولكن له أن يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة هو يجلس يأتي بالتشاهد الأخير، فإن شاء ينتظر ويسلم مع الإمام وإن شاء سلم لنفسه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في القيمة لأجل معلوم، فما حكم هذا البيع؟ إذا ملك السيارة ملكا تاما فله أن يبيعها، وأن يبيعها بثمن الحال أو يبيعها بثمن مؤجل أكثر من الحال، ولكن لا تكون الزيادة باهظة ويستغل حاجة الفقير وضرورة المحتاج، لا ينبغي له أن يبالغ في الزيادة، وإنما تكون زيادة مقبولة ومعروفة. بارك الله فيكم. هذا يقول: إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن لظروف معينة، فما الحكم؟ إذا شرطت عليه شرطا ولم يوفي به إنها تتقدم إلى القاضي، إما أن تسمح يتنازل عن هذا الشرط وهذا أحسن، إن صرت على المطالبة بالشرط فإنها تذهب إلى أو ترفع شأنه إلى القاضي أو ينظر ما هو السبب تمنعه من الشرط، ما ندري ما هي الظروف. بارك الله فيكم. هذا يقول: لا يزال عندنا رجال كبار السن في منطقتنا وهم ولله الحمد على استقامة وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يزال عندهم نوع من التعلق بالقبور. صلى الله العافية. التعلق بالقبور شرك، الذي يتعلق بالميت يرجوه أو يخافه أو يطلب منه البركة أو ما أشبه ذلك هذا شرك بالله عز وجل، لأن الذي يخاف ويرجى ويدعى ويستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، ودعاء غيره والتقرب إلى غيره شرك أكبر. صلى الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب أجمع مالا للزواج وحالتي متوسطة وحال عليه الحول، هل أزكيه؟ نعم، إذا تم الحول وعندك نقود تحتفظ بها تريد الزواج بها وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها، يجب عليك زكاتها. نعم. شخص مريض وهناك رجل يداوي بالأعشاب، فهل يجوز استعمال هذا الدواء العشبي؟ وكيف يعرف هذا الرجل أن ذلك الشخص المعالج يتعامل بالسحر أم لا؟ عليه أن يتثبت، يسأل عن هذا الرجل وعن دينه وعن عقيدته وأمانته، ويستشير الأطباء في هذا العلاج هل هو نافع أو ضار، لا بد يستشير أهل الخبرة، يستشير أهل العلم في مسألة الرجل وعقيدته، ويستشير الأطباء في الأعشاب هذه هل هي نافعة أو ضار. بارك الله فيكم. هذا سائل بعث بهذه الأسئلة يقول: اسمه محمد أمين من الدمام، هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بآمين؟ لا، إذا قال الإمام آمين فإنه يأتي بعده ويقول آمين، أمن بعد تأمين الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فيقتدى به. هل يعتبر هذا من مسابقة الإمام؟ نوع من المسابقة، هذا نوع من المسابقة. يقول: رجل توفي رحمه الله وخلف زوجة كبيرة في السن مريضة،
يقول لا ندري ماذا يلزمنا تجاه هذه المرأة حتى الآن. إن كان لها ولي من أقاربها فهو الذي يقوم بشأنها، ما إذا لم يكن لها ولي فأحسنوا إليها وراعوها وأنتم على أجر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. يسأل عن ثوب المرأة المعتدة، هل هناك ثوب معين؟ ليس هناك ثوب معين، إلا أنها تتجنب ثياب الزينة، ثياب الزينة تتجنبها، وأما الثياب العادية ليس لها ثوب مخصص. يقول من أراد أن يدخل الخلاء ونوى أن يتوضأ داخل الخلاء، هل يذكر نص البسملة لفظا أو ينوي داخل قلبه؟ على كل حال النية البسملة في بداية الوضوء واجب، ولا يتركه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أيسمي ولو كان داخل محل قضاء الحاجة، والآن محل قضاء الحاجة ليس كالأول يعني نظيف، والبول والغائط يذهبان مع الماء، فليس فيه شيء من البول والغائط كما كان في الزمان السابق. سؤاله الأخير يقول رجل اعتمر ونسي أن يحلق رأسه إلا بعد أسبوع تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ يعني الحكم في ذلك أنه يقصر، يحلق أو يقصر ولو فات مدة، لأن هذا واجب، لأن هذا نسك من مناسك العمرة، فلا بد أن يأتي به. إن كان حصل منه جماع لزوجته فإنه يكفر بذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء وعمرته صحيح، أما إذا لم يحصل منه جماع فيكفي منه أن يقصر ويأتي بالواجب. هل عليه أن يلبس الإحرام؟ نعم، يعيد الإحرام كما كان عليه وهو يطوف ويسعى، يكون يعيد ملابس الإحرام ثم يقصر عليه ملابس الإحرام. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول ما حكم تأخير زكاة الذهب سنة أو سنتين للضرورة، هل يجوز؟ يجب عليه أن يخرجها ولو تأخرت، لكن إذا كان تأخيرها لعذر فليس عليه إثم، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، أما الإخراج لا بد منه على كل حال، أنه دين في ذمته لله عز وجل. هذا رجل عنده مزرعة، لم يأتي في باله بيع هذه المزرعة ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على 10 سنوات، في كل سنة قسط، كيف يزكي هذا؟ كل ما تتم السنة يزكي ما له في ذمة المشتري، يزكي ما له في ذمة المشتري كل سنة. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، هذا السائل يقول بعض الناس هدان الله وإياهم يقولون إنه يتأخر هذا الشخص في البيت حتى تقام الصلاة، ويجلس الإمام للتشهد الأخير، ويأتي يقول أدرك فضل الجماعة وثواب الجماعة بإدراكي للتشهد، فما رأيك؟ هذا جهل منه، قول على الله بغير علم، فالجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة كما في الحديث، ولا تدرك بإدراك الإمام قبل السلام، فهذا تارك لصلاة الجماعة متكاسل عنها، وعليه إثم عظيم، عليه التوبة إلى الله والمبادرة صلاة الجماعة من أولها مع الإمام. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم، وهذه تحية من الزميل بخيت خليفة الدوسري الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.